عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهالي أبو القصيم الكرام، أحدثني نظرا للوضع الراهن الذي يمر به العالم والبلد العزيز بانتشار وباء كورونا، أجرنا الله وإياكم هذا البلاء. اختبرت ضرورة الخطوة الالتزام في توجيهات المرجعية وتوجيهات وزارة الصحة وتوجيهات القوات الأمنية بعدم التجمعات لأي سبب كان، وتجنب الأماكن المزدحمة واختصار المناسبات قدر المستطاع، وعدم زيارة المرضى والإطمئنان عليهم إلا بوسائل الاتصال. وأرجو أخذ بنظر الاعتبار الإرشادات والتعليمات وعدم الاستهانة بها خوفا وحصا على أبنائنا وإغارتنا وأخوتنا. لازموا بيوتكم ولا تخرجوا منها إلا للحالات الطارئة حتى يرفع الله هذا البلاء حفاظا على أرواحنا وأرواح أبنائنا. سائل المولى عز وجل أن يحفظ العراق وأهل العراق من هذه الهمة.